نحييكم من مركزي أخباري قناة الكأس الرياضية في قطر. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة، وإليكم أبرز العناوين مع أليس حكي. شكرا للزملاء، أحييكم مشاهدينا وهذه عناوين التاسعة. الفيفا يشيد بشراكة قطر الاستراتيجية ويفتتح في الدوحة ندوة المحاضرين الفنيين. الغرافة يبحث الآن عن رابع البطاقات القارية في دور المجموعات لأبطال آسيا لكرة القدم. في انتظار النهائي الكبير، أحلام أسباير في المركز الخامس بعد الفوز على ريال، والميلان ينهي الكأس الدولية سابعا. في النشرة أيضا، إيطاليا تفشل في انتخاب رئيس جديد يدير ملفات كرة القدم، والاتحاد تحت الوصاية الأولمبية. أهلا بكم وإلى تفاصيل التاسعة. أكد المدير الفني بالاتحاد الدولي لكرة القدم ستيفان مارتينيز أن دولة قطر شريك استراتيجي للفيفا وطرف قوي لتحقيق البرامج والأهداف الكبرى. جاء ذلك في تصريحات لمركز أخبار قنوات الكأس مع انطلاق فعاليات ندوة المحاضرة الفنيين بالاتحاد الدولي لكرة القدم المقامة في الدوحة حتى 2 فبراير المقبل. العالم في ضيافة دولة قطر من جديد، ومشاريع الفيفا لتطوير كرة القدم في القارات كافة تناقش في قلب الدوحة بحضور أزيد من 100 محاضر فني بالاتحاد الدولي. الحدث المهم يمهد لمواعيد كثيرة منتظرة بعد أيام في بلد المونديال الأول في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. هذا دليل مدى ثقة فيفا فينا احنا في استضافة الورش ودعمهم. مثل ما ذكر المدير الفني للفيفا ان إمكانية تسهيل اجراءات التأشيرات والامور اللوجستية اللي يحتاجون ترتيبها كانت وايد سلسة، وهذا طبعا رسالة احنا دائما نقولها ان قطر مفتوحة للجميع والرياضة للجميع. قطر بلد رائع، موقعها الجغرافي استراتيجي ومناخها مثالي في الوقت الحالي، كل سبل الراحة متوفرة، هذه أسباب اختيارنا لقطر. لا ننسى كذلك أنها شريك كبير للفيفا ونحن نعمل معا لتنظيم كأس العالم عام 2022. المشروع المتقدم لتطوير كرة القدم في العالم كله يتبلور هنا في الدوحة، وهو الذي يخص الفئات السنية وكرة القدم النسائية، فضلا عن مسألة الارتقاء بالبنى التحتية، موضوع يعد الأبرز في أجندة ندوة غايتها تطوير المنظومة الكروية. احنا كاتحاد قطر لكرة القدم منفتحين على مجالات التطوير في لعبة كرة القدم، واعتقد من اهم المكاسب الاساسيه في هذه الورشه ورشه العمل الخبراء الفنيين اللي تضم اكثر من 100 خبير فني على مستوى العالم، الاكستشينج اكسبيرينس يعني تبادل المعلومات. الحدث مهم جدا، جمع خبراء من العالم كله. الفيفا يعمل على ايصال فلسفته الجديده في مجال تطوير اللعبه وكذلك المنشات، دورنا نقل هذه الرؤيه الى الاتحادات الوطنيه والقاريه جميعها. اشغال الندوه تتواصل حتى الجمعة، تقيم الماضي وتدرس الحاضر في الطريق نحو غد أفضل لكرة القدم العالمية. لأخبار قنوات الكأس، محمد المهدي الراضي، الدوحة. إحياء للحلم الآسيوي الذي غاب منذ 5 أعوام، يسعى فريق الغرافة لحجز مكان له في دور مجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. ممثل الكرة القطرية في الدور التمهيدي للمسابقة القارية يواجه الآن ضيفه فريق باختكور الأوزبكي للفوز والتأهل للمجموعات الرابعة. في ملعب ثاني بن جاسم تقدم الغرافة بهدفين دون رد، الأول جاء من ركلة جزاء سددها النجم ويسلي شنايدر بنجاح في الدقيقة 21، ثم أضاف ديوغو أمادو الهدف الثاني للغرافة. ويمكنكم متابعة ما تبقى من أطوار المباراة عبر قناة الكأس الثالثة. على الجانب الآخر، لم يكن الفيصلي الأردني موافقا في مواجهة ناساف الأوزبكي.
الفيصلي خسر بهدف مقابل 5 أهداف أمام مضيفه الأوزبكي، وغادر مبكرا سباق أغلى مسابقات القارة الآسيوية. خسر الفيصلي حلمه بأن يكون أول فريق أردني يشارك في دوري أبطال آسيا بعد خسارة ثقيلة لحقت به في الملحق الآسيوي ضد فريق نساف الأوزبكي بنتيجة 5 أهداف لهدف واحد. نساف صاحب الأرض لم يتأخر كثيرا ليهز شباك الفيصلي عند الدقيقة 12 عبر أوغور جولبان. بوبير كوسلاكوف أضاف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49 ليعمق جراح الفريق القادم من العاصمة الأردنية عمان. ثالث أهداف نساف جاء سريعا بعد الثاني عندما انبرع عزيز جون جانايف ليوقع على هدف جميل معقدا مهمة الفيصلي. ومن ركلة جزاء في الدقيقة 61 نسف عميد الفريق دراغان سيران أحلام الفيصلي بتسجيله الهدف الرابع. ختام الخماسية جاء هدية من لاعب الفيصلي ياسر محمد في الدقيقة 87 قبل أن يسجل ألبان ميها الهدف الوحيد لفريقه في الوقت بدل الضائع. بدوره تأهل نادي زوبهان الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه إزوال الهندي. ملعب فولاد شهر في مدينة أصفهان الإيرانية احتضن اللقاء الذي افتتح فيه مهدي رجب زادة أول أهداف اللقاء مطلع الدقيقة 3. هدف دفع الضيوف لتقديم مزيد من العمل قبل أن يحققوا مبتغاهم بتعديل النتيجة بواسطة ألفرج جرايان. زوبهان انتظروا حتى الدقيقة 83 لينشروا الفرح في مدرجات ملعب فولاد شهر عندما تقدم مرتضى تباريزي ليسجل هدف تقدم لفريقه، ليعود اللاعب نفسه ويقضي على أمال الضيف الهندي بهدف ثالث في الدقيقة 93 من الوقت المضاف بدل الضائع. فوز منح زوبهان التأهل للعب في دور المجموعات لدور أبطال آسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم فيها الدحيل القطري والوحدة الإماراتي واللوكوموتيف الأوزبكي. لأخبار قنوات الكأس، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة. في العاصمة الإيطالية روما طوى منذ قليل منتدى سيجا الرياضي يومه الأول الذي جمع حوالي 200 شخصية تمثل منظمات دولية ومؤسسات ذائعة الصيت في المجتمعات المدنية. المنتدى يمهد لانطلاق أعمال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للنزاهة الرياضية التي ستشهد انتخاب الرئيس التنفيذي ونواب رئيس مجلس الإدارة. متابعة للموضوع ينضم إلينا من العاصمة روما المنسق الإعلامي للمركز الدولي للأمن الرياضي عبد العزيز بوحمر. عبد العزيز، بعد التحية، ما أبرز الملفات والأفكار التي طرحت اليوم في منتدى سيجا؟ اليوم كان منتدى سيجا عبد العزيز، هل تسمعني؟ أعيد عليك السؤال، ما كانت أبرز الملفات والأفكار التي طرحت اليوم في منتدى سيجا؟ نعم، أنا سمعت السؤال وربي هو أنه اليوم منتدى سيجا 2018 مراحل نعم، نعتذر عن سوء الاتصال في الصوت، نعود لاحقا ربما خلال النشرة. المنسق الإعلامي للمركز الدولي للأمن الرياضي عبد العزيز بوحمر، شكرا جزيلا لك. تستعد بطولة الكأس الدولية لكرة القدم لتتويج سابع أبطالها عشية الأربعاء. نعم، لنا في انتظار هذا الحدث عاشت ملاعب أكاديمية إثارة مباريات تحديد المراكز، وكان الامتياز لفريق أحلام سباير إلى نتائج يوم جديد لهذا الحدث العالمي. أنهى فريق أحلام سباير مشاركته في الكأس الدولية لكرة القدم بفوز مبهر على ريال مدريد الأسباني ب3 أهداف مقابل هدف، يمنحه المركز الخامس في الترتيب العام. من جانبه نال ميلان الإيطالي المركز السابع في أعقاب فوزه بركلات الترجيح على فريق الأكاديمية. الحوار انتهى في وقت الأصلي على نتيجة التعادل بهدف لكل فريق. رشحتهما التوقعات لحضور احتفالية المشهد الختامي، لكنهما مر على هامش المربع واكتفيا بالتنافس لخطف المركز الخامس للبطولة.
أمام أنظار نجم لاروخا والملكي، ثم سد ضمن دوري النجوم راول غونزاليس. دخل الملكي بمعنويات منحطة واستسلم لضغط فريق الأحلام الذي بلغ الشباك بعد جهد جهيد عند منتصف الشوط الأول. كاد الفريق يفاقم الوضع لولا ضياع ركلة الجزاء في الدقيقة 31. المركز الخامس بات هدف عملاقي نسختين سابقتين بعدما تحطمت آمالهما على جدار دور ربع النهائي. أدرك شباب الملك التعادل بعد استئناف اللاعب طامحان لإنهاء البطولة بفوز قبل العودة إلى الديار، لكن أحلام فريق إسباير كانت أكبر. هدف ثاني وآخر ثالث أكد أن بطل النسخة قبل الماضية كان يستحق أفضل من المركز الخامس في نسخة 2018. شقيق أحلام إسباير لم يكن أفضل حالا هذه المرة. بدا هادئا حتى احتسب الحكم ركلة جزاء وقع منها ريكاردو تونين هدف التقدم. صمد الإيطاليون في الشوط الثاني سعيا للحفاظ على التقدم لحين أدرك الجنحي التعادل للأكاديمية في الدقيقة 59. ركلات الترجيح كانت الفيصلة بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتكافؤ. الفوز سمح للميلان باحتلال المركز السابع وكان الثامن من نصيب فريق أكاديمية التفوق الرياضي إسباير. لمركز أخبار قنوة الكأس، محمد زغار. هذا وستكون عشية الأربعاء أمسية ختام نسخة مثالية لبطولة الكأس الدولية تحدد بطل الدورة السابعة في أعقاب حوار آسيوي أوروبي واعد. باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لاستعادة اللقب في مواجهة الفريق المفاجأة كاشيواري سول الياباني. قبل ذلك يلتقي بنفيكا البرتغالي والترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الكأس الدولية، رتبت اللجنة المنظمة زيارة خاصة لبعثة فريق ريال مدريد الأسباني إلى مزارع بلدنا الرائدة في دولة قطر. النادي الملكي اطلع على تجربة استثمارية فريدة وتجول في المزارع الشاسعة التي تعد من العلامات البارزة في الاقتصاد الوطني. اطلع نجوم ريال على طرق إدارة مزارع بلدنا وعلى الاستراتيجية المعتمدة في توزيع المنتجات في مختلف نقاط البيع على امتداد الدولة. واستمع الوفد الملكي بهذه الزيارة الميدانية التي قدمت له وجها أو قدمت له وجها آخر للتجربة القطرية المتميزة اقتصاديا. ضيوف مزارع بلدنا أمضوا أوقات ممتعة في رحاب هذا المشروع الكبير الواقع شمال دولة قطر. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. اللجنة الأولمبية القطرية تنظم ورشة عمل عنوانها الرئيس النزاهة الإدارية والمالية في المجال الرياضي. في المجال الرياضي انطلقت ورشة عمل في مقر الأكاديمية الأولمبية القطرية. الورشة المنظمة من طرف اللجنة الأولمبية القطرية تمتد لثلاث أيام وتشهد مشاركة مجموعة من المحاضرين المختصين. تخلل اليوم الأول ثلاث محاضرات بدأت بمقدمة عن النزاهة الرياضية وطرح أمثلة تاريخية عن الفساد الإداري والمالي على مستوى العالم. كما ناقشت الورشة دور الحكومة في مكافحة الفساد إضافة لدور الاتحاد الدولي في المجال ذاته، وذلك في إطار السعي لبناء رياضة نظيفة خالية من أي فساد مالي أو إداري. يذكر في السياق ذاته أن الورشة لاقت إقبالا لافتا من الدارسين والدارسات. مضمون الدورة فتح ملف الفساد في المجال الرياضي. بطبيعة الحال يجب أن تكون هناك جرأة لدى السلطة السياسية لفتح هذا الملف والحديث عنه، لأنه ظاهرة موجودة في العالم بأسره، ما هيش ظاهرة لا هي عربية لا هي إفريقية، هي ظاهرة عالمية. ثم وضع الآليات القانونية للحد منها
ثم بطبيعة الحال تطبيق هذه الآليات. طبعا هذه الورشة تعقد على مدى 3 أيام سعت الأكاديمية الأولمبية القطرية سنويا على إضافة مثل هذه الورش المتخصصة في رفع كفاءة الموارد البشرية في قطاع المؤسسات الرياضية القطرية. أعلنت اللاعبة الأمريكية كوكو فاند بيغي انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس. المصنفة 18 عالميا اعتذرت من اللجنة المنظمة لعدم مشاركتها في البطولة بعد العدوى الفيروسية التي تعرضت لها قبل أيام. وكانت كوكو فاند بيغي قد تعرضت لوعكة صحية بسبب فيروس قوي خلال مشاركتها في أستراليا المفتوحة للتنس، وهو ما اضطر للانسحاب من بطولة قطر توتال والتركيز على مشاركتها ضمن صفوف المنتخب الأمريكي في كأس الاتحاد. أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث اكتمالها الاستعدادات لانطلاق النسخة 6 لبطولة كأس العمال. البطولة التي تنطلق الجمعة في مدينة الحيل تتصدر جولة سريعة لآخر وأحدث الأخبار المسجلة في الساحة المحلية. ستكون قمة العربي وقطر في الطريق نحو نهائي الدوري القطري لكرة السلة، الحدث الأبرز عشية الأربعاء. في اليوم ذاته تعقد سلسلة من المؤتمرات الصحفية التي تمهد لضربة البداية للجولة 15 لدوري نجوم QMB لكرة القدم. هذه إطلالة على الأجندة. النشرة ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا في أبرز عناوينها بعد فاصل قصير. الفرنسي إميريك لابورت يوقع رسميا لمانشستر سيتي ويخوض أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد. تحية من جديد. توج منذ لحظات القادسية بطلا لكأس ولي عهد الكويت لكرة القدم. المباراة حسمت بركلات الترجيح بعد أن خيم التعادل بهدف لهدف على الوقتين الأصليين والإضافي. حميد ميدو أحرز التقدم مبكرا للكويت بهدف من خارج مربع العمليات، وفي الوقت الذي كان فيه الكويت يستعد للاحتفال بحفاظه على اللقب أحيت رأسية تياغو دا سيلفا آمال القادسية بهدف التعادل في الدقيقة 85. نتيجة التعادل خيمت على الوقتين الإضافيين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق القادسية. واصل الشرطة مطاردته فريق الزوراء متصدر الدوري العراقي لكرة القدم وحقق فوزه 9 لحساب الجولة 12. الانتصار الثاني على التوالي لفريق الشرطة تحقق أمام مضيفه الطلبة بثلاثة أهداف لهدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في المركز الثاني. كان مهدي كامل شلتات صاحب هدف السبق في الدقيقة 5. وفي الدقيقة 22 ضاعف نبيل صباح صغير النتيجة للشرطة. الشوط الأول انتهى بهدفين دون رد لمصلحة الشرطة، لكن الطلبة استفاد من هدف وقعه كرار محمد بالخطأ في مرمى بداية الشوط الثاني ليقلص بذلك فارق الأهداف. وبحلول الدقيقة 70 أمن مهند علي كاظم فوز فريق الشرطة مسجلا الهدف الثالث.
عجزت إيطاليا عن انتخاب رئيس جديد لاتحاد كرة القدم في أعقاب انتخابات كانت فيها الأوراق البيضاء حاضرة بقوة، أوراق تشكل رسائل غضب للحالة العصيبة أو الصعبة التي تمر بها إيطاليا هذه الأيام، والتي تفرض عليها صيف هذا العام متابعة المونديال أمام الشاشات التلفزيونية. قرأتنا في هذا الملف وتفاصيله مع ليس حكيم. شكرا للزملاء في مركز الأخبار، وأهلا بكم في متابعة للمشهد في إيطاليا هذه الساعات. فشل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في انتخاب رئيس جديد خلفا لكلاوديو تافيكيو الذي استقال قبل أكثر من شهرين. فبعد عملية اقتراع وصفت بالماراثونية وامتدت 4 جولات، فشل المرشحون 3 في نيل الأغلبية المطلوبة، وهم رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، رئيس رابطة الدرجة الثالثة جابرييلي جرافينينا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي. جرافينينا الذي رفض اتفاقا في اللحظات الأخيرة نال 39.6% من الأصوات مقابل 1.53% لمنافسه داميانو توماسي. هذا وبلغت نسبة الأوراق البيضاء ما يزيد على 59%. باءت محاولات رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بالفشل. جيوفاني مالاغو طالب بتأجيل الانتخابات مدة 3 أشهر، أكد في هذا السياق أن عدم قدرة المرشحين على ضمان الأغلبية سبب كاف لاتخاذ هذا القرار. لم يجد الرجل من يقف إلى جانبه، فكانت النتيجة أن وضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحت وصاية اللجنة الأولمبية. إذن الآن يبدو المشهد كالتالي: إيطاليا بلا رئيس يقود ملفات كرة القدم، بلا رئيس للرابطة، وبلا مدرب على رأس الإدارة الفنية للمنتخب. ما حدث هز الصحف الإيطالية التي صدرت بعناوين ترصد هذه الأزمة وارتداداتها. فقالت لا جازيتا ديلو سبورت: الدخان الأسود يتصاعد في الاتحاد، هزيمة جديدة للكرة الإيطالية، ماذا الآن؟ توتو سبورتس كانت أعنف فكتبت: الانتخابات تفشل، اتحاد الكرة الإيطالية تسبب بالضرر لنفسه، يوم الخميس وصول المفوض. من جانبها عكست كورييري ديلو سبورت هذه الدراما تحت عنوان لافت: الانتخابات دون نجاح، الفشل يمنح مالاغو المسؤولية الكاملة عن الكرة الإيطالية. لم يسبق لإيطاليا أن عاشت أوضاعا دراماتيكية كهذه التي تعيشها الآن. هي لعنة سقوط المنتخب في تصفيات كأس العالم كما يأتي في سياق تصريحات المراقبين. أشكر حسن متابعتكم وعودة للزملاء لاستكمال التاسعة. شكرا جزيلا أليس. حسم مانشستر سيتي صفقة المدافع الفرنسي إيميريك لابورت الذي انضم رسميا للنادي. إيميريك انتقل من صفوف أتلتيك بلباو الإسباني إلى سيتيزن بعد أن دفع النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي المقدرة ب 65 مليون يورو. وبموجب ذلك سيرتدي إيميريك لابورت ذو 23 عاما قميص مانشستر سيتي لمدة 5 أعوام. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مانشستر سيتي دفع أيضا مبلغ 5 ملايين يورو إضافية مقابل وجود لابورت في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو، وهو ما يرفع قيمته إلى 70 مليون يورو، ثاني أغلى مدافع في العالم خلف لاعب ليفربول الهولندي فان دايك. وكان لابورت قد بدأ مشواره مع بلباو في ديسمبر 2012 وخضى منذ ذلك الحين 142 مباراة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الفيفا يشيد بشراكة قطر الاستراتيجية ويفتتح في الدوحة ندوة المحاضرين الفنيين. الغرافة يبحث الآن عن رابع البطاقة القارية في دور المجموعات لأبطال آسيا لكرة القدم.
في انتظار النهائي الكبير أحلام سباير في المركز الخامس بعد الفوز على الريال، والميلان ينهي الكأس الدولية سابعا. كان في التاسعة أيضا الفرنسي إيميريك لابورت يوقع رسميا لمانشستر سيتي ويخوض أول حصة تدريبية. نهاية النشرة قدمناها لكم من مركز أخبار قنوات الكأس في قطر. الموعد الإخباري اللاحق منتصف ليل الدوحة، كونوا على الموعد في أمان الله.